الدومه الدكتور خالد سعد ده كده تقريبا الجهاز الفني بتكلم في سنه 96 يعني من 23 سنه. بعد اسبوع كنت حاسس ان انت قريب ان انت تبقى موجود في اسوان، ممكن اسبوع كمان تحس ان انت هتمشي. 4 اسابيع اصلا ما بين اسبوع ان انت موجود ما بين اسبوع ان انت في اي وقت هيقولوا لك شكرا ومستني الوقت اللي يقول لك انت معانا. ايوه اخدنا شهر من 1/7 ل 30/7 او كمان ل 31/7 تقريبا. معلش بيبقى احساس اللعيب ايه في الفتره دي يا عماد؟ لان صعب الناس برضو عايزه تعرف. صعب خلي بالك لان انت في ناس كتير بيتفرجوا عليك. احنا النهارده نقول مثلا فتره اختبار وبدانا نقول ان هي ممكن تبقى فتره معايشه ان الناس يشوفوك ويشوفوا امكانياتك وهل انت يعني مش هقول تصلح ولا لا، يعني انت هتناسب الفرقه دي ولا لا. فكان الاحساس من اول اسبوع وده اللي ما بيوصلكش كلعيب ان انت بالنسبه لهم اوكي خلاص انت موجود وبداوا يعاملوك عادي بدليل ان انت بتكمل الفتره بتزيد من اسبوع بقى اسبوعين بقى ثلاثه بقى في سفر بقى في معسكر خارجي. طب انا هسافر بقيت موجود. طب انت مش هتسافر تلاقي نفسك موجود. انت بتقعد الاول في صراعات هتسافر ولا مش هتسافر. الحل ايه بالنسبه للعيب الصغير؟ هدوء بس هدوء هدوء واشتغل خليك مركز اكتر في شغلك. يعني ما في امور ممكن تشغل بالك هتحس ان انت في توتر بس لازم يبقى عندك ثقه ان شاء الله في ربنا سبحانه وتعالى ثم في امكانياتك ان انت ازاي تعرف في الوقت ده وانت مضغوط تقدر تطلع امكانياتك. وده يمكن في امور كتير ساعدتني برضه ومنها الجزء الاولاني هو ان انت كنت لعيب خماسي بشكل كبير وكان التقسيمات كلها على مساحات صغيره واللعب كان معظمه مثلا استحواذ فانت واضح ان الحمد لله كانت الموهبه موجوده واضح اقتناع الناس بيك لكن الوقت بس طول الوقت هو اللي كان مؤثر على تفكيري. ولكن مع بدايه